الرحلة المميتة. تعالوا نشوف مراسلنا تامر الأعصر نجح في انه يسجل مع احد السماسرة. لما تسمع منه بيقولك لما ابن بيموت ابوه بيجي بيقول لي طلع الواد التاني، هتسمعوه من احد سماسرة الموت اللي بيخدعوا الشباب لانه يأخذ مبلغا من المال. بتشتغل ايه الاول يا عم عبد الحكيم؟ بشتغل مزارع. ايوه بتكلم بجد. مزارع والله. مزارع فعلا. ايوه فلاح. مزارع لا فلاح فعلا. بتشتغل مزارع. وشغل السفر. ماشي. سفرت كام واحد؟ شغل السفر يعني ما كانش ليا في شغل السفر، انا سفرت عيالي فنان في ناس محترمه هات لينا في فلان والوزن بتوعه. سفرت كام واحد؟ سفرت يجي 200 واحد. يجي 200 واحد سفرت. صح؟ كلهم جابوا فلوسهم كامله؟ على دير بالليل. طب يا عم لما واحد يعدي منك مش مشكله، مش هنقطم رقبته. لا انا مش هقطم رقبه حد وعمري ما هقطم رقبه حد، بس دلوقتي انت عارف ان التعاقد صفر نهائي. لا ما في ناس ما دفعتوش زي محمد الكساوي ده ما دفعلوش ولا دفع. اقول لك محمد الكساوي دفع. طلع النبي. الف على مصطفى. برضه نوضح موقف الحاج عبد الحكيم، مش محامي ولا بتاع ولا اي حاجه. الحاج عبد الحكيم يعتبر اخر واحد في المجموعه. واخد بالك؟ لان ده شغل الناس بتاكل اللي وراه. ده شغل مافي. ماشي. الحاج عبد الحكيم طالع له على الراس كام؟ 2000 3000 جنيه. 2000 جنيه. هو انت تعرف الولاد اللي بيسافروا دول اهاليهم بتلم الفلوس ازاي؟ انا عيالي مسافره. طيب يعني انت عارف بيلموا الفلوس اللي بيسافروا ازاي؟ طبعا عارف. طبعا كلهم اهالينا ما حدش غريب. طب انت عارف المصير اللي ممكن يقابل كل واحد فيهم ايه؟ طبعا وكل حاجه فيها خطر. امال ايه؟ هما بيسافروا ازاي يا حاج عبد الحكيم؟ بيسافروا مراكب. مراكب طبعا ومراكب غير امنه. ايوه غير امنه، مش مراكب من اللي هي مراكب ركاب يعني. ايوه طبعا مش مراكب ركاب. يعني معرض معرض ان العيل ممكن ما يوصلش. معرض ان العيل ابوه يتحطر عليه واهله. طبعا تمام كده؟ طبعا معرض ان ابوه واهله يتحطروا عليه. كل ده ما تحطوش في الحسبان. طب لو عيل لو مركب العيال فيها مات، ايه اللي بيحصل؟ هو اللي بيجي لك ويقول لك انا نفسي اطلع انت بتاعي. استاذنك بس استاذنك لو عين من العيال دي مثلا مركب من المراكب دي اتقلبت باللي فيها ومات العيال. حسن انت بتعمل ايه؟ حسن ما ابوه نفسه وهو جاي بيتفق معاه بيقول لك انت الحاجات دي ضامنها مالكش دعوه بيها. يعني ايه ضامن؟ بيني وبين ربنا خلاص. مات منك حد؟ اقول له ايه؟ مات منك حد؟ اي لا الحمد لله. بس حصل في سوبرامين بس سؤال بيحصل. ايوه هتعمل ايه ساعتها؟ اكتر من 13 عيل ما عملوش اي حاجه لحضرتك. هتعمل ايه ساعتها؟ ما عملوش اي حاجه. انت هتعمل ايه ساعتها كوسيط؟ ما هو الوسيط اللي هنا اللي هنا مطلعينه وما عملوش حاجه ولا ايه بس فين؟ في سوبرامين بعد اذنك اكتر من 13 عيل. اكتر من 13 عيل؟ طبعا عمل كده حاجه. ده واجب يعني.